أكبر. قذائف صواريخ جراد وإطلاق رصاص وصوت المدفعية، هكذا هي ساحة معركة تيجي، وهكذا أعلن قوات كاباو مدعومين بمجامع من مختلف المناطق لخوض معارك ضارية على مدى يومين ضد كتائب القذافي التي اتخذت بعضهم الأماكن العالية للتمركز ومحاصرة بعض شباب الثوار، ليتم الإمداد بعدها براجمات وصلت من منطقة الزنتان لمساعدة الثوار في التقدم وتحرير المحاصرين. والله كان تقدمنا ناجح جدا في الفترة الصباحية، حيث أن تقدمت الآليات العسكرية المزنجرة وتقدمت الأسلحة الرشاشة من 14.5 ومن شلكة وأسلحة رشاشة خفيفة بيد الجنود، وتم التقدم والزحف على كتائب القذافي في المنطقة، وقد تم تدمير مجموعة من آلياتهم، والحمد لله يعني قدرنا نتمركز في مناطق قريبة جدا من المدينة، وإن شاء الله نستمر في هذا الزحف لتحرير المدينة إن شاء الله. معركة كاباو لهذا الصباح حققت انتصارا بفتح منطقة تيجي التي تبعد عشرات الكيلومترات عن المنطقة، هذا بعزيمة الثوار الشباب الذين زادهم إصرارا التقدم يوما بعد يوم. احتفالات في وسط مدينة كاباو بالتقدم الذي أحرزه ثوار 17 من فبراير على مشارف منطقة تيجي، وكلهم أمل في الدخول اليوم إلى المدينة وتمشيطها والقضاء على بقايا الكتائب. كاميرا قناة الآن توجهت إلى المستشفى وزارت الجرحى والمصابين، وكلهم عزيمة إلى العودة لميادين القتال. بعون الله حنحرر طرابلس وننزل مالينا بعون الله، والله اكبر. وتشرف الشظايا مقاس 106، وضلت ايديا ورجلي وكتفي من هنا، والحمد لله وما زال مولين، والحمد لله والله اكبر. عدد من جنود كتائب القذافي كانوا قد سلموا انفسهم للثوار منذ الساعات الاولى للمعركه، والذين تمكنا من مقابله بعضهم. انا عياد ميلود علي جنيدي من منطقه ابو عيسى، طبعا صار هنا يومتها فيها اشتباك بيننا وبين الثوار، احنا جينا هاربين وجماعة قبضوا علينا، فسلمنا ارواحنا واستقبلونا بالماء والمساعدة وجابونا لهنا وانا مستريحين والحمد لله. الثوار يحاصرون تيجي من مناطقها الاربعة، ومن المتوقع ان تكون معارك ضارية لدخول المدينة. جمال العريبي، الاخبار الان من على مشارف منطقة تيجي.